جمعية الإعلام والصحافة في اختياره موضوعا للمخابرة والنقد. الموضوع الإلحاد يلامس أهم عنصر في البلاد وهو المجتمع بكافة مكوناته. وإذ نهنئ الجمعية المحترمة على اختيارها لهذا الموضوع لأمرين أساسيين. الأمر الأول هو الإلحاد النوعي الذي أضحى الإعلام ينهجه في هذا الإطار في مناقشة ومخاضرة الإشكالات الواقعية والعملية التي تبقى على أفراد المجتمع من قبيل موضوع ندوة الحالية. والأمر الثاني هو مساهمة قدرتها على استقطاب قامات علمية لمناقشة ومخاضرة هذا الموضوع. بطبيعة الحال مدونة النصرة أخذت حيث تفيد في 5 فبراير من سنة 2004، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نلامس واقعيا إشكالية إطلاق التطبيق. وأنا الآن لوضع هذه المؤسسات تحت المخبر وتحت المجهر لتقييمها تقييما موضوعيا وواقعيا. ولهذه الغاية يحضر معي أساتذة باحثين ومختصين بالشكل القانوني، منهم أساتذة مهنيين ومنهم دكاترة، ومعنا الحضور الكريم لإغناء النقاش بشكل كلي نقص أو إغفال كله. بطبيعة الحال الندوة في جلستها العلمية الأولى اختار لها عنوان طلاق والتطبيق بين غاية التشريع وواقع التنزيلي ونتائج التطبيق. يحضر معي الأستاذ بريد الشهري، أستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش، وهو بصدد مناقشة مطروحة للدكتوراه في القريب العاجل إن شاء الله، نتمنى له التوفيق. وهو يشتغل نائب وكيل الملك، اشتغل بهذه المدينة لسنوات، ويشتغل حاليا بالأحكام الابتدائية بإنزلترا. بطبيعة الحال أستاذ محترم اختار عنوانا لمداخلته دور النيابة العامة في تنزيل مقتضيات حقوق الأسرة المتعلقة بالطلاق والتطبيق. بطبيعة الحال قبل أن أعطي الكلمة لابد أن أقول كلمة في حق النيابة العامة المؤسسة. النيابة العامة كما يعلم الجميع اختارنا ظهورها على مستوى التشريع العصري بالملك الفرنسي فيليب لوبير عام 1803 ميلادية. 1803 ميلادية عين الملك فيليب عطاء لشغل منصب وكيل وكلاء للملك في محاكم الدنيا ووكلاء عامين للملك في محاكم العليا. بطبيعة الحال المبادرة لم تكن ولم تلقى استحسان الجميع، بل جوبهت بعناء شديد من رواد الثورة الفرنسية في سنة 1980 باعتبارها جهازا يكبس الاستبداد، ولم يتم إقرارها بصفة رسمية إلا سنة 1990، حيث أصبح منصب المدعي العام يعين بصفة مطلقة ولأقل الأسماء. بطبيعة الحال عودة إلى تشريعنا المغربي للإسلام بشكل عام، لم نعرف هذه المؤسسة عند بداية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن التشريع المغربي كان يقع عليه الفقه الإسلامي وكان محرماً بالمحاكم الشرعية، ولم نعرف هذه المؤسسة وجوداً فعلياً إلا مع فرض الحماية المغرب سنة 1950، حيث تم إقصاء إن صح التعبير
المحاكم المخزنة المحاكم الشرعية وتقل تصدرها لفائدة المحاكم المخزنية، ولم يتم تقريرها بصفة قانونية للنيابة العامة إلا سنة 1953، ومن ذلك التاريخ أصبح النيابة العامة موجود، وحاليا تم التنصيص عليها بمقتضيات دستورية لحفظها النصوص القانونية إلى الركن القضائي الذي أقر أن النيابة العامة تعتبر طرفا في جميع القضايا المعروضة على المحاكم، بطبيعة الحال مع مراعاة الجانب الصحي والمدني حكم الصف الرابع للركن القضائي، على أن المحاكم تعقد جلستها بطبيعة الحال وتشكيل منصوص عليها في الفصل الأول. ونص في الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن حضور النيابة العامة يعتبر إلزاميا لصحة الإصلاح وللحكم تحت طائلة الوطن. بطبيعة الحال أمام هذا التطور في سنة 2004 أدير هذا الإشكال الجديد بمناسبة وضع المشريع لمنظمة الأسرة، وطرح لنا إشكالا لأن المشريع في المادة الثالثة اعتبر وجود النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الضامنة إلى تطبيق إحكامها، وفي نفس التاريخ أي في تاريخ صدور منظمة الأسرة عدل مقتضيات المادة التاسعة قانون الإصلاح المدنية في نفس التاريخ، والفصل المطلوب يتحدث عن الحالات التي يجب أن تبلغ منها المصادر، أي ما هي القضايا التي تبلغ إلى النيابة العامة في الجمهورية. أمام هذا التعارض الشديد بين مقتضيات منظمة الأسرة وقانون الإصلاح المدنية، وحتى لا أقتحم الموضوع بتدخل محترم، أعطي الكلمة للأستاذ الشهري، بطبيعة الحال سيكون النقاش في الباب ولنا حديث بعد انتهاء مداخلتي في تفضل مشروعك.